فأنا لا أطلع على ناس العتاب ثابت ولا بتعز يا حل اللوم رايق أنا وابنين قولك يا زوق صلى على النبي عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. الكرع اللي على يمينك ده بكام والكرع اللي على شمالك ده بكام؟ الكرع ده ب 150 جنيه والكرع ده بيتباع على اساس ان هو ده برضه ب 150 جنيه ولو ان ده ب 100 جنيه. مش معنى بقى ايه الفرق؟ تعالى يا حبيبي اقول لك ايه الفرق. تمام. واخد بالك من الكوارع؟ تمام. المتابعين واخده بالها؟ تمام يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خير الكلام رمي السلام بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. نقرب مع بعض ونبص على الكوارع دي يا جدعان. إيه الفرق ما بينهم؟ حد يطلع لي الفرق كده؟ أهو بص. إيه الفرق؟ وعملنا كده ما حدش عارف إيه الفرق ما بينهم. تمام. قبل عم يوسف ونزل على الكوارع تحت. أهو. واخدين بالكم يا جدعان؟ عرفت انمو 150 وانمو 100 ولا تاخد بالك يا عنايا؟ صل على النبي يا غالي. على الصلاه والسلام. الكوارع ب 150 جنيه تمام؟ تمام. هتقول لي ليه ب 150 جنيه دي غاليه قوي؟ دي احنا بنجيب الكوارع ب 100 جنيه وب 120 وب 150 ده لما تبقى حاجه فول اوبشن. انا اقول لك على حاجه بقى يا حبيب قلبي دلوقتي لو ما خدتش بالك منها هتفضل تاخد على عينك في الموضوع الكوارع ده طول عمرك. تمام. صليت على النبي على الصلاه والسلام. تعالى يا غالي الفرق هنا اهو. بص انزل على العظميه دي قوي. واخد بالك؟ تمام. شايف العظميه الزرقاء دي؟ ايوه. اللي بتلعب دي؟ ايوه. هو ده الكرع الاصلي. ماشي؟ تمام. ده الكرع الدكر. ده الدكر. تمام. تمام تمام. البلدي اللي ما بياخدش سوى. تمام. يعني ده كبيره كده ساعة تلاقيه اتهرى على النار. ودي النتاية. دي النتاية اللي بتحلب اللبن. تمام. بيفضلوا يحلبوا في لبنها في لبنها وتجيب في عيال أول ما تقطع الخلف اذبح. تمام. يبقى كرع عجوز بلدي. تمام. بس عجوز شديد. بعد ما يستوي ترقعه في الحيطة يرد لك تاني يبقى عامل زي فردة الكاوتش. تمام. بتاعت العربية. هو ده يا جدعان. فالفرق هنا في ايه؟ في ده في ده زي ما انت شايف. تمام. واحد هيحط لك ده على الفرش كده وينزل لك بده في البرميل كده. تمام. يلا ب 150 جنيه الكارع ب 150 جنيه واللي يحب النبي صلى عليه. كوارع سمينه بتخلق رفيعه تخينه بتقوي الصحه وتمنع الكحه. انت بقى بتخش عليه بكام الكارع؟ ب 150 جنيه. يقول لك ليه ما ينفعش ب 120 جنيه؟ هتقول له ايه؟ ينفع ب 120 جنيه عايز كام واحده؟ انا عاوز واحده. تمام؟ تمام. بيمسك الكارع وينضف لك فيه بقى يا غالي كده ها؟ تمام. حبه ايه؟ فرفشه ومنزل لك فيه بايه؟ في البرميل. كانه بيشطفه. تمام. كانه بيشطف الكارع. بس عمل ايه بقى؟ جاب لك النتايه بدل الدكر. بدلهم. بدله. تمام. يبقى اداك النتايه اللي هي السم ب 120 جنيه يبقى كسبان فيه كمان. تمام. واخد اني 150 150 جنيه. تمام. دي ما تتباعش الا ب 150 جنيه اخرها مش هينزل تعريفه فيها ابدا. تمام. وافق على اقل من كده يبقى هيلعب معاك اي لعبه الله اعلم بيها. تمام. تمام تمام. تمام يا غالي. تمام يا برنس. فهنا يا حبيب قلبي الكرعين معروفين اهو. تمام. والحاجات دي ما بتتعملش في المحلات. الحاجات دي بتتعمل في الناس اللي بتفرش في الشارع. تمام؟ تمام. الناس اللي بتبقى فرشه في الشارع هي اللي بتعمل الشغل بتاع الغش ده كله. قرب لي كده على جوز الكوارع دول تاني. اهو يا جدعان دي النتايه وده الدكر. واضحين؟ واضحين. العظميه زرقاء ازاي؟ تمام. واخد بالك منها جامد؟ واخد بالي. تمام. زرقاء موفا خالص. تمام. بص بقى دي بيضه او صفره بنفس الطريقة دي كده عجوزة عجوزة عجوزة. ويا جدعان في حاجة تانية تعرفوها منها. بصوا كده الكرع ده ناشف ناشف شديد ناشف. بص عروقه جامدة عصب جامد من جوه. لكن الكرع ده طاري طاري ده مهلبية كده. بص بص قسام في تانيته وفردته طاري ازاي وجلده مفروض ازاي. تمام. إلا ده بقى إلا ده بص ما بيتنيش من عصبه. تمام ناشف. بصوا عروقه عاملة ازاي عصبه ناشف. إلا ده يا باشا
كرح طاري كده مهلبية ده ما يبان في ايدك كده طاري كده بيلعب اهو. لكن ده نيكال بحطب عشان دوت زي ما بقول لكم نتاية ولدت وحلبوها لما جابوا اخيرها وبعدين ايه ذبحوها تلاقيها ايه بنفس العظمية دي كده عجوزة زي ما انتوا شايفين. تمام. هنعمل حاجة بس بسيطة بقى مع بعض عشان دول فيهم مفصلين زيادة. نبص كده مع بعض هنضرب المفصلين دولت كده. احنا طلعنا الاساس بتاع الكارع برضه اصفر وعجوزة ومن جوه. تمام تمام تمام. هنقطع المفصل التاني اهو بسم الله. بص يا غالي لازم تلاقي فيه زرقان اهو بالله عليك. تمام واضح 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 للناس اهو. لازم البلدي الاصلي تلاقي فيه زرقان لازم حتى بعد ما يتفرغ العظمية الزيادة ويقعد شوية يزرق اكتر. تمام. كل ما يقعد يزرق اكتر الا ده بقى ابيض وناشف هو ده. وبكده اقول لكم يا رب اكون وضحت لكم كلكم اخواتي وحبايب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته حبيبي يا زوق.